فقد ذكر أهل العلم أن الصيام والصائم لا يتطرق إليه الرياء البتة، وذلك أن الله عز وجل وكل إلى نفسه أجر الصائمين إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذا قالوا لا يقوم بالصوم إلا مؤمن، ولا يفعله إلا من برئ من النفاق. فلا يؤدي منافق الصوم ولا يفعل المرائي هذه العبادة لأنها عبادة لا يطلع عليها إلا الله، فهي سر من الأسرار، ولا يطلع على ما يأكله المرء وما يفعله من مفطرات ومن المفطرات نية القطع إلا الله عز وجل. فحينئذ لا يكون هذا الفعل إلا من مؤمن، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولكن حينما قال بعض أهل العلم إنه لا رياء على الصائم، ليس معنى ذلك أنه لا نقص على أجره باعتبار نيته، إذ العلماء فرقوا بين أمرين، بين الرياء وبين التشريك في النية. فذكروا أن الرياء هو فعل العبادة لأجل الغير، وحينئذ يكون محبطاً للعمل، بل يكون موجباً للعقوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الشرك شرك الرياء، فإن هذا داخل في عموم الآية. وأما النوع الثاني وهو التشريك في النية، فإنه طارئ على جميع العبادات، بأن يؤدي العبد العبادة لله عز وجل قاصداً وجهه، راجياً ثوابه، خائفاً من عذابه، لكنه يشرك مع ذلك إرادة من إرادات الدنيا. وهذا ما يدل عليه ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. ولذا فإن المحققين من أهل العلم يفرقون بين الرياء وبين التشريك، فيقولون إن الرياء محبط للعمل، مبطل له، لا يغفر الله عز وجل من أتى بشرك إلا أن يتدارك فعله بالتوبة والإنابة. وأما التشريك في النية فإنه ينقص ثواب العمل وينقص أجره ولا يكون مبطلا له.